اليوم فرحانة انه بديت ناخذ في دروس، يعني رسم نحبه من قبل، اما هالمرة بديت ناخذ في دروس ونتعلم وحركات. شوف لو عملنا كورة يعني نتعلم على انواع الاقلام ودرجاتهم، وفهم برشة تكنيكس كيفاش مسكة القلم الصحيحة. المهم الحاجات هذوما كلهم تعلمناهم في اول درس. متحمسة شوي أكثر من لازم. وبعد ما نكمل الدرس جاء وقت الوجبة، بما أنه ما كلتي كما حكيت لكم نظمة. فاليوم عنا في الوجبات عنا هذه كفتة، أول مرة نجربها هذه، والتبولة نحط عليها الصوص. الصوص غرقت فيها أهو، ما شفتوا يكتبوا لي. اللانش هو كفتة and potato and cauliflower تبولة، نحط عليها الصوص ونتفرج. فما حلقة جديدة، أو ما حكيت لكم شعر مزاج السيزن الجديد من ما يغلى عليك. بدأ من الجمعة اللي فات، أما أنتم تعرفوا الظروف اللي هي مازالت اليوم، يعني ما كناش نجمو نعملو بروموشن، يعني كان فما أخبار أهم أنه ننشروها وتكون على السوشيال ميديا. أما اليوم فما حلقة ثانية، واللي بشي يصير نعرفكم أنتم تحبوا البرانكس والأجواء، كل حلقة فيها برانك مختلف. السيزن 2 والحلقة الثانية في شكون المقلب. في شادو وفي حنين، يا حرام.